انا اليوم جيت باش ننبه الشابات المغربيات من بعض الشباب اللي كيقوموا بعملية نصب للهدف ديالها مادي، وكيوهموا الفتيات بالزواج وبالمعقول وبزاف ديال الحوايج. اللي وقع ليا هو في هذا الشهر رمضان اللي خرج، كنت لقيت مع واحد السيد دخل عندي لموقع التواصل الاجتماعي، احد مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب مني انه يتلاقى معايا، وانا بما انني ما كنعرفوش بلوكيتو، وعاوتاني دار واحد الحساب اخر ودخل عندي وقال لي بانه ناوي الزواج وناوي المعقول، وقلت ماشي مشكل نعطيه فرصه. وبالفعل جال عندي وتلاقيت معاه، وكان زعما معقول وظريف، وكيهضر على راسو يعني على حياته، على انه كيهضر على الماديات بزاف، ولكن انا ما تلاقيتش معاه على اساس الماديات، تلاقيت معاه على اساس انه انسان اللي باغي يبني شي حاجه مع واحد الانسان، وكيهضر على الماديات بزاف، دونك انا ما ديتهاش فيه، قلت السيد كيهضر عادي. مهم المره الاولى دازت ديك الامور على خير وبخير، وانا سولته قلت له واش انت بصح يعني ناوي المعقول، قال لي انا ما كنتش ناوي المعقول ما غنجيش عندك من مدينه لمدينه. قلت انا بصح بما انه السيد ما طلب مني حتى شي حاجه، وبما ان البنات كاينين في موجودين في المدينه اللي هو فيها، علاش غيجي عندي؟ دونك حتى لهنا الامور مزيان، وصلني ووراني واحد لو بولتان دو بي في 21000 دو ديرام، يعني مبلغ ديال 2,20,000 ريال، ووراني واحد لي بيس الكترونيك، زعما هذاك هو الدومين ديالو فاش كيخدم. من بعد عاوتاني بقى كيتواصل معايا وطلب مني نشوفه مره اخرى، قلت ليه داكوغ. عاود تلاقينا نيت في شهر رمضان من بعد الافطار، جا لعندي بحال العاده وتلاقينا، ومشينا جلسنا في كافي، وهضر ليا على والدي بان الام ديالو ميته، والوالد ديالو كان طاشرون، وعندو الوالد ديالو حتى هو مخصو خير، وهو مخصو خير، وبانه عنده شقه في المنصوريه، واحد البلاصه كيقولوا لها المنصوريه في محمديه، وعندو مغازا في لا بلازا، شي بلاصه كيقولوا لها لا بلازا حتى هي في محمديه، انا ما تنعرفش هاد الاماكن. من بعد فاش كنا راجعين هو كل شيء عندهم دروس، حتى كنكون راجعين باش غادي يحطني في الدار، عاد كيبدا يخرج ليا كل مره حاجه. هضر ليا على واحد المبلغ اللي هو خيالي ديال تقريبا 800 مليون ديال السنتيم، قال لي بان هاد المبلغ من واحد الارث اللي خلاته ليه الوالده ديالو، اونتر بارونتيز هو كيقول لك ماتت في 2017، وبالصدفه كانوا شي حوايج اللي تاروا الانتباه ديالي، مثلا واحد يعني الام شي حال، الام راه هي الحياه، الام هي كلشي، وكانت واحد الاغنيه اللي داروها في لا راديو كتهضر على الام، وما تاثر ما والو، يعني كيهضر وكيضحك عادي. قلت انا كيفاش السيد يلاه ميت ليه مو ما تاثرش، المهم ما عليناش. ابري هضر لي على المبلغ غير بفمه. مهم انا اللي بقى فيا في هذه القصه كامله هو انني دوزت ليه الام ديالي وهضر معاها في التليفون، وقال ليها بانه غيجي مورا رمضان، وانا براسي تيقته، علاش؟ لان ما طلب مني حتى حاجه، يعني اغلبيه الشباب كيطلبوا منك مثلا علاقه خارج مؤسسه الزواج او شيء، انا هذا السيد كان كيعاملني بمنتهى الاحترام، دونك ما شكيتش فيه. حتى ايموسيونيلمون بارلون حسيت بانه حتى داك حتى الانسان فاش كتعطيه اهتمام وكتعطيه وقت، راه حتى هذاك كيتسمى ان انفستيسمون، ماشي غير الفلوس اللي مهمه، ماشي هي اللي عطيتي الفلوس عاد كتحس بالشمته. دونك من بعد هضر لي على هذا المبلغ بفمه، وقلت انا ما ديتهاش فيه اصلا، انا اصلا الطفوله ديالي وحياتي يعني كنت عايشه في واحد الاسره ميسوره حتى دابا الحمد لله، ولكن يعني الطفوله ديالي يعني مع عمر الماديات ما كيهموني. من بعد المره الثالثه غادي يجبد لي واحد الورقه
اللي فيها هاد المبلغ واللي فيها وسو كي غراف سو كي تري غراف ان هاد فالسيفيكاسيون دي دوكيومون ديال المؤسسه اللي عندها الثقل ديالها في المغرب، يعني مؤسسه عموميه وهو مزور هاد الورقه وداير لون تيت ديال بنك المغرب، خصني نقول ما كاينش خصني نقول مؤسسه، المهم ديال بنك المغرب. بنك المغرب سي ال كي غوفيرن تو لي زورغانيزم فينانسيي، هي اللي كتحكم في كاع الابناك وكاع المؤسسات الماليه ودير ليها الكاشي ودير ليها لا سيناتور. ولكن من الغباء ديالو انه مشى شاف واحد الضحيه اللي ديجا قاريه وديجا عندها ان سيغتان نيفو والاختصاص ديالي هو الاقتصاد وهو الماليه. دونك انا فاش قريت اوتوماتيكمون اللي تر انتباه ديالي ان لو كور دو لا لتر اي بوغي دو فوت دورتوغرافي، يعني ميمكنش مؤسسه ماليه غتعطي ورقه عامره بالاخطاء الاملائيه باللغه الفرنسيه، راه فهمتي. ولكن قلت انا قلت لي انا سبونتانيمون قلت لي راه الورقه راه عامره اخطاء. قال لي حقا حتى انا قلتها ليهم، قلت انا او كيفاش، المهم ما مديتهاش فيه. من بعد دازت لغدلين كيعيط لي كيقول لي انا راه السيد المحامي حقا اللي غيديبلوكي ليا هذاك المحامي اللي درت، لان المؤسسه الماليه ما بغاتش تعطيني هذاك المبلغ ديالي ودرت عليها محامي وربحت الدعوه ودابا هو داير واحد التاريخ محدد باش غيديبلوكا ليه لو كونط سوا ديزون غادي يولي داك المبلغ ديالو اللي في لو 19/5 فهاد الشهر هذا. دوك قال لي دابا راه خصني نخلص للدار الضريبه واحد المبلغ ديال 8.5 مليون ودابا راه عندي 6 وخاصني 2. انا اون فوا قالها ليا عرفت السيد نصاب، الارض دارت بيا لانه تيقته اولا لانه هضر مع الام ديالي، فهمتي. هادو جوج حوايج اللي بقاو فيا، عرفت السيد نصاب. مهم قلت لي داكور صافي، هضرت مع عادي وداكشي ما بينتش ليه، هو يتسيف عليا السيد ما بقاش ظريف ما بقاش درويش. قال لي شتك ما عجباتكش هضرتي ما عجباتكش، قلت له لا ماشي ما عجباتنيش انا. المهم قلت لي حكا بغيتي تبرد فيا غدايتك وهذا، زعما دورت ليه الهضره باش ما يعيقش. من بعد طلبت منه انا الورقه، قلت له شوف راه الام ديالي راه بغات تعطيني المبلغ، صيفط لي الورقه. قال لي انا با وما تنصيفطش ليه الوراقي ديالي، عاد نصيفطهم لك انت. قلنا ماشي مشكل. شويه سيد مني قال مني طلبت منه الورقه قال هادي راه على بال. قال لي المهم انا راه حكا با مشى للسعوديه خلص عليه واحد الشيخ سعودي راه العمره بلوتو ماشي الحج، وراه عيط لي باش نمشي للكفر فور كيتفرج في الافلام بزاف الكفر فور ديالو باش ناخذ الفلوس. قلت له مزيان وهنيه عليك. لو لوندومان عاود عيط قال لي المهم دابا انا راه فلوسي كامله حطيته وبقيت على الدس، بقيت اون بار وما موالفش هذا الشيء. زعما السيد عايش واحد الحياه ازي وموالف الفلوس، ما موالفش كيعيش هاد الظروف. ديجا هو الشحنه ديالو ماشي هذا، ماشي سي با اون ديسكريميناسيون، ماشي عنصريه، ولكن باين يعني هو باغي يعطي راسو الصوره ديال واحد الشاب ارستقراطي ومدلل، ولكن هو باين فيه شاب من المغرب العميق، يعني جاي من شي باديه ولا من شي بلاصه، واخا يلبس واخا يدير ريحه واخا يركب في الطوموبيل كتبقى واحد اللمسه واحد لاطوش ديال انسان من المغرب العميق. ما يمكنش سورتو الا كنتي انت ديجا من واحد العائله اللي هي شيئا ما يعني متحضره من منذ اجيال واجيال، كتحسي بداك الفرق. المهم قال لي بقيت على الدص، يعني اللي عندك صيفطيه باش هو ما يخرجش خاسر من الموضوع، يعني دوره في دماغه. قال السيده ما عندي ما نصور منه وداك الشيء. قال اللهم نخرج اللهم العمش ولا العمى، يعني هاد الجمله ديال بقيت اون بان، يعني صيفطي 1000 درهم 2000 درهم 3000 درهم، المهم داك الشيء هو داك الخروج اللي خلص خاصو يفديه نتلتو فواديس بغينا نقوله. هي هذيك من بعد تغيرات المعامله ديالي وهذا معاه،
ومن بعد هو يقول لي ما عجبوش الحال. اصلا فاش كنت كنهضر معاه السيد كيصبح ناعس حتى الوحده عاد كيجاوب، يعني عايش هبد بالنصب على العيالات، حيت اغلبيه الشابات كتوصل لواحد السن خاصها تتزوج باي طريقه، وخاصها اغلبيه الشابات ما كيكونوش عارفين مثلا هاد لي فوت دوغتوغراف، ما كيكونوش عارفين بان المؤسسه الماليه كيفاش كتعامل، ما كيكونوش عارفين بزاف د الحوايج، دونك كتمشي مع داك الكذوب. ومني كنقول ليه علاش مثلا ما تتجاوبنيش مع التسعود، كيقول لي لا حكا كنكون ما كنكونش كنكون دو موفيز هومور، ما كنقدرش زعما ما كيكونش راشق عليه باش يهضر، حتى كيدوز النهار عاد كيبغي يجاوب، ماشي هو راه كيصبح ناعس. المهم بزاف ديال المسائل. الهدف ديالي من هاد القصه اللي سرت، هاد السيد ما دا مني والو، لا جنسيا ولا ماديا وعاطفيا، ما نكذبش على الله انني ماشي تعلقت به ولا وليت كنبغي، حيت ما يمكنش نبغي واحد الانسان تلاقيناه ثلاثه د المرات في كافي. جيت باش ننبه البنات وننبه العيالات انه حنا دابا في هذا العصر اللي ولينا كنفيقوا بكري، ولينا كنمشيو مسافه بعيده باش نخدموا باش نضربوا تماره، وكاين واحد الانسان اللي كيحس براسو مطور وداير يعني قال الله قال الرسول في البروفيل ديالو، كيقول لك انا كنصلي، انا بلاتي بلاتي نمشي نصلي، وكيحس براسو هو مطور باش كينصب على العيالات، يعني باش الناس البنات يردوا بالهم وميمشيوش وراء المشاعر او وراء بناء اسره، او باش تكون عندها داك لو ستاتوي سوسيو بروفيسيونيل ديال امراه متزوجه باش المجتمع يحترمها او يعطيها قيمه. ردوا بالكم مزيان.